وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان قطب. أهلا ومرحبا بك سيد حسان. بداية، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه خطير جدا، هل تراه كذلك أم لا؟ نعم، هو خطير جدا، لأن المواجهات التي بدأت بين إسرائيل وإيران أو مجموعات الإيرانية في سوريا أخذ منحا خطيرا، خاصة وأن الضربات أصابت أهدافا أساسية من البنية التحتية الإيرانية التي بدأت بتجهيزها في سوريا، والتي كان من المفروض أن تحمي الوجود الإيراني في سوريا وأن تؤسس بوجود طويل الأمد في سوريا. فجاءت هذه الضربات الإسرائيلية مربكة لإيران من حيث الخسائر المادية ومن حيث صورة إيران التي قدمتها لجمهورها بأنها قوة لا تقهر وأن لا أحد قادر على مواجهتها أو على الأقل أن ينافسها على الساحة العسكرية في سوريا أو في غير سوريا. فجاء الرد الإسرائيلي قويا وجاء الرد الإيراني باهتا، بحيث عجزت إيران عن تقديم مواجهة حقيقية توازي الهجوم الإسرائيلي، لذلك فهو خطير. فإذا قامت إيران بأي رد الآن على إسرائيل، هذا معناه أن المنطقة دخلت في صراع. طيب، ما مديات هذه الخطورة؟ يعرف إلى أين يصل. ما مديات هذه الخطورة أستاذ حسان؟ أي مواجهة الآن ستكون مفتوحة، فإسرائيل الآن أصبحت تحظى بخلفاء، فإسرائيل الآن لا تقوم بالمواجهة منفردة. فالهجوم الإسرائيلي على المواقع الإيرانية في سوريا كان خلال وجود نتنياهو في روسيا، كما أن صفقة الأس 300 التي وعدت روسيا بتقديمها لسوريا قد تم إلغاؤها. أمريكا أيضا أعلنت على استعداد كامل لدعم الجهود الإسرائيلية لمواجهة التواجد الإيراني في سوريا. الاتحاد الأوروبي أيضا ألمح إلى أن الوضع خطير وأن الوجود الإيراني يجب أن يكون موضع دراسة. فالجميع أصبح يتحدث عن أن هناك خطر ما في المنطقة سببه الوجود الإيراني. طيب، لذلك فأي حراك خاطئ من إيران سوف يؤدي إلى مواجهة دولية وليس إلى مواجهة مع إسرائيل. الجيش الصهيوني يؤكد أنه يستعد لمواجهة ثانية مع إيران في سوريا بعد هذه الضربات. هل تتوقع مواجهة مباشرة بين الطرفين أم أن المواجهة ستكون غير مباشرة؟ عودنا الإيرانيون على أنهم ينتظرون فترة من الزمن ويتربصون بعمل ما سواء في إسرائيل أو في أي مكان آخر من دول العالم. إيران ستحاول أن ترد بإعادة الهيبة إلى حضورها ولتقول أنها قادرة على الإساءة أو على الضرب أو على إصابة خصمها بعمل موجع، وهذا قد لا يكون في إسرائيل نفسها، قد يكون في أي دولة غربية أو دولة من دول العالم الثالث، وهذا ما حدث سابقا في الأرجنتين، وهذا ما حدث في بلغاريا، وهذا ما كان سوف يحدث في تايلاند وغيرها. هذا هو النهج الإيراني، استخدام مناصرين وخلايا نائمة في دول متعددة للانتقام للسياسة الإيرانية وما أصاب إيران من خسائر على يد إسرائيل. سيد حسان، لماذا سوريا؟ لماذا تم الاختيار على سوريا لأن تكون ساحة للصراع بين الطرفين؟ وهل تؤمن بأن هناك عداء تاريخي بين الطرفين أم لا؟ ليست القضية قضية عداء تاريخي، قضية مصالح. إيران تريد سوريا كمان معبر لها من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى لبنان، ولا أحد يستطيع أن يتجاهل أن حضور حزب الله ليس فقط في لبنان، ليس فقط في سوريا، بل في العالم العربي لأمته. فحزب الله الآن يشكل الذراع الأساسية لإيران في المنطقة، سواء في العراق كما هو في اليمن، كما أن إعلام حزب الله يتدخل في معظم الدول العربية، كما أن حزب الله يشكل الرافعة الإيرانية في دول أفريقيا كما في أندونيسيا وماليزيا. لذلك فإن إيران حريصة على الحفاظ على وجود قوي في لبنان من خلال حزب الله، ولكن عبر تأمين ممر بري، وهذا ما يساعدها على تقديم كافة المساعدات لحزب الله واستخدام صورة حزب الله ونموذج حزب الله لتعميمه في سوريا وفي غير سوريا. لذلك فسوريا الآن وفي الوضع الذي هي فيه من فوضى ومن تعدد قوات دولية على أراضيها يسمح بأن يكون هناك صراع مفتوح دون أن يكون هناك مساءلة أو حتى إعادة نظر في وجود هذه القوة أو تلك. لذلك ما نراه الآن وجود قوة طبية وقوة إيرانية وقوة أمريكية وفرنسية إضافة إلى روسية، الجميع موجود على الساحة السورية والصراع قد يكون مفتوحا. طيب، في حال نقطة الصراع بين إسرائيل وإيران، ألا تعتقد أن إيران تنفذ المصالح والأجندات الغربية في المنطقة؟ إذن لماذا الآن لإشعال هذا الصراع بين الكيان الصهيوني وإيران؟
إيران تم استخدامها لضرب الحركات الثورية العربية التي احتفظت على أنظمتها بحوادث تغييرها. فتم استخدام إيران وميليشياتها لضرب هذه خاصة الثورة السورية. المطلوب من إيران كان هو ضرب هذه الثورات فانتهى دورها. الآن إيران عليها أن تدفع ثمن خروجها من سوريا لأنها أصبحت تطالب بأن يكون لها حصة في هذا الصراع وتكون شريك في النتائج. إيران انتهى دورها، فهي نظام ديني لا يمكن أن يتعايش مع الأنظمة الغربية. النظام الديني من الصعب التعامل معه ومن الصعب الثقة به، وهذا ما ألمح إليه ترامب في خطابه أن الثقة بالنظام الإيراني معدومة. لذلك فإن إيران انتهى دورها مع استغلال أموالها وميليشياتها في ضرب الثورة السورية وفي إضعاف الثورة السورية وفي تدمير سوريا. نعم، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات أمن صيدا السيد حسان قطب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.